سلامتك سلامتك تقرأ في الكتاب أم في المصباح؟ أحب القراءة هكذا. هكذا لن ترى شيئا تقرأه أو تفهمه. الإضاءة لا تركز على العين بل على ما تقرأه العين. أحب الإضاءة القوية. الإضاءة القوية تضعف البصر والإضاءة الضعيفة ترهق العين. الأفضل هكذا، لا قوية ولا ضعيفة. لو كان هذا المصباح يتكلم لبكى من عبثك واشتكى. سعيد. نعم. تعال معي، أريدك أن تختار لي نظارة مناسبة. النظارة المناسبة هي التي تصحح النظر ويحددها طبيب العيون. كنت عند طبيب العيون اليوم ووصف لي عدسة مناسبة، وأريد الآن أن أختار إطارا جميلا. أخشى أن يكون ذوقي مختلفا عن ذوقك. أنا متضايق من فكرة لبس النظارة. إذا كنت بحاجة لها صحيا فهي ضرورية، وأنا أعتقد أن النظارة تلائم وجهك. شكرا. وتعطيك شيئا من الوقار. دع الوقار لك، أنا تهمني العدسة التي تصلح النظر. جرب هذه النظارة، قد تلائم وجهك. نسيها عندي صديق منذ شهرين. أتعتقد أنني أستعمل نظارة طبية موصوفة لغيري؟ جربها. لن أجربها، ليست عيني موضع تجارب لنظاراتك المنسية يا فالح. طيب خذني معك أرشدك للنظارة المناسبة. شكرا، ربما أغير رأيي وأخذ عدسات لاصقة. حيرتمونا. النظارة وسيلة طبية لتصحيح عيوب النظر وتحسين الرؤية، وإضافة إلى ذلك أصبحت النظارة عند كثير من الناس جزءاً مكملاً لمظهرهم الخارجي. والمهم عند اختيار النظارات هو أولاً تحديد درجة العدسة المناسبة لكل شخص عن طريق الفحص الأصولي عند الطبيب أو مركب النظارات المختص، ويتم الفحص إما بالطرق التقليدية بتجريب العدسات على العين أو بواسطة أجهزة إلكترونية خاصة لذلك. يتم فيها ضبط درجة العدسة المطلوبة لكل عين والتأكد من صلاحيتها بواسطة تغيير العدسات المثبتة على الجهاز، حتى يتوصل الأخصائي إلى معرفة العدسة التي يجدها الإنسان مريحة للنظر ومحسنة للرؤية. لا نعم نعم، هذا أفضل. وبعد تحديد درجة العدسات يأتي اختيار الإطار، ويهتم أغلب الناس باختيار نوع وشكل ولون الإطار الذي قد يحملونه على وجوههم طوال حياتهم. وكما تستفيد الشركات من تغير موضات كل ما يرتديه الإنسان، استفادت أيضا من صنع النظارات فتفننت في الموديلات والألوان والأحجام، وبالغت بعضها أيضا بالأسعار. وليس من الضروري دائما أن تكون النظارة الغالية أفضل من النظارة الرخيصة،
فقد تتشابهان جدا، ومع ذلك تختلفان كثيرا بالسعر لكون أحدهما مميز بماركة معروفة. لا نعم هذه أفضل. بعد انتقاء الإطار ومعرفة العدسات يقوم النظارات بتركيب العدسات المطلوبة والتي تتوفر لديه جاهزة من المصانع في أحجام قياسية يتم قصها في جهاز خاص لتلائم الإطار. ويسخن الإطار عادة لتسهيل عملية إدخال العدسات فيه. ومن البديهي أن دقة تركيب العدسة وجودة زجاجها وصفائه أهم بكثير من الإطار. حسن، لماذا يبكي باسم؟ لا أعرف. لماذا تبكي؟ متأثر بالقصة؟ هل أزعجت؟ أبدا أنا لا أبكي. عينك تدمع، تسيل دموعك بدون سبب، معقول؟ هل تشعر بحكة في عينك؟ نعم، والضوء يزعجني عند القراءة. ربما تكون أعراض التراخوما. أعراض التراخوما هي عبارة عن التراخوما التهاب مزمن يصيب العين بسبب عدوى تنتقل إليها باللمس أو باستعمال المناديل والمناشف الملوثة أو بسبب النوم على وسادة ملوثة بإفرازات عين مصابة بجرثومة التراخوما أو ما يسمى بالرمد الحبيبي. ومما يؤسف له أن معظم الناس لا يعالجون هذا المرض في وقت مبكر لبساطة أعراضه الأولى المتمثلة بتعب في العين وتهيجها عند تعرضها للهواء وثقل في الجفون. وتظهر الحبيبات بلونها الأحمر الباهت تحت الجفنة وتفرز العين سائلا يؤثر على النظر وينزعج المريض، وتتغير الحبيبات بالتدريج إلى غشاء ليفي يؤثر على العين والنظر. وخير وسيلة للوقاية من مرض التراخوما هو المحافظة على النظافة وتجنب استعمال أدوات الغير وخاصة بين الأطفال. اللعب على أرصفة الشوارع قد يعرضك للخطر، إضافة إلى أضرار الغبار الذي تثيره وسائل النقل المارة. لا تفرك عينيك عند تعرضهما للغبار، بل اغسلهما جيدا بالماء النظيف. إن العين شديدة الحساسية بالعوامل الخارجية، وقد أمكن مثلا قياس تأثر العين البشرية بالضوء، حيث تتحول الموجات الضوئية إلى موجات كهربائية يمكن قياسها وملاحظة تغيرها، فتظهر على شكل ذبذبات كهربائية مختلفة حسب شدة الضوء الساقط على العين. والآن كيف يستوعب المخ هذه الإشارات التي تنتقل إليه بواسطة أعصاب البصر؟ تلتقي أعصاب العين في نصف الطريق تقريبا إلى المخ، وفي موضع التلاقي هذا يتجه جزء من أعصاب العين اليسرى إلى النصف الأيمن من المخ، وجزء من أعصاب العين اليمنى إلى الشطر الأيسر منه، وهذا ما يمكننا من الرؤية بالعينين معا واستيعاب أبعاد الأشياء التي يقع عليها بصرنا فندرك حقيقة أحجامها. وفي الحقيقة
أن كلا من العينين ترى الأشياء من زاوية تختلف إلى حد ما عن العين الثانية، إلا أن كلا شطري المخ يتلقيان في آن واحد الصورتين القادمتين من العينين، ويقوم المخ بتوحيد المعلومات الواردة إليه منها فيرى صورة موحدة للأشياء. إن الرؤية بالعينين معا شرط أساسي لإدراك الأحجام والمسافات، والتي يتعلم المخ معرفتها من خلال التجارب الحياتية والمعلومات التي يخزنها، أي أننا نتعلم الرؤية بالتدريج. وترينا هذه التجربة كيف يستطيع هذا الشاب رؤية الكرة المتدحرجة والإمساك بها بسرعة بالرغم من تضييق زاوية الرؤية بواسطة نظارات مغلقة من الأطراف. والآن نغير النظارة إلى أخرى مزودة بعدسات تغير الأبعاد وتقلب الاتجاهات. إن نتيجة رد الفعل لا تحتاج إلى تعليق، إلا أنه وبعد فترة من الزمن يستطيع المخ أن يتكيف مع الوضع المعكوس الجديد ويتمكن من الرؤية الصحيحة وإصدار الإعازات لرد الفعل الصحيح، فيتمكن صاحبنا من الإمساك بالكرة. فليبعد الله الشر عن حسن. يعني حسن ليس مريضا؟ يقول لك صديقه. وأنا خفت على ولدي من أن يصاب بالعدوى. إذن سلامة عين صديق ابنك حسن. من فضلك مرة ثانية، ما اسم هذا المرض؟ التراخوما. التراخوما، وكيف يصاب به المرء؟ إذا لمست أصابع مريض بالتراخوما ومررت بيديك على عينيك. لن أصافح أحدا بعد اليوم. من يؤكد لي أن الذي يصافحني ليس مصابا بالتراخوما؟ اغسل يديك ولا تضعها على عينيك، أو علق لافتة واكتب عليها ممنوع اللمس. ممكن أن تنتقل العدوى إذا استعملت منديل المصاب أو منشفته أو استعملت وسادته. لا يغمض لي جنف إذا استعملت وسادة غيري. ولا أستعمل مناديل الآخرين أو مناشفهم. والذباب، احذر الذباب، فإنه ينقل التراخوما من عين إلى عين. رش المحل يا خليل. ليس بالمحل ذباب. حتى لا يأتي ولا تأتي معه التراخوما. كن نظيفا دائما ولا تخف. أتشعر بوجود حكة في العين وبثقل في الأجفان؟ أتنزعج أيضا من الضوء؟ إذا كانت عيناك تدمعان باستمرار فقد تكون تلك أعراض التراخوما التي تصيب الملتحمة والقرنية. لا تترك الفوطة، أبعدها من هنا. انتبه، الوسائد أيضا مثل الفوط والمناشف تنقل العدوى. حدث ما كنا نخشى وانتقلت العدوى للجميع. إن مريض التراخوما يجب ألا يستعمل مناديل غيره ولا مناشفه، وألا ينام على وسائد الآخرين، وألا يلمس العين باليد حتى لا ينتقل الفيروس المسبب للمرض لكل من يخالطهم.
إذا كنت ذاهبا الآن لطبيب العيون فلا تذهب وحدك، خذ الجميع معك. سعيد الصغير هذا متهم بعدم وقاية نفسه من الذباب الذي ينقل إليه الأمراض العديدة ومنها التراخوما. وقد أصدر القاضي العادل حكمه بإعدام الذباب والتخلص من شروره. السلام عليكم. وعليك السلام. وصلت في الوقت المناسب. خيرا. يقول فالح إني مصاب بجفاف في العين يا يوسف. أرني عينك. ليس فيها بقعة. بقعة؟ أية بقعة؟ من علامات المرض ظهور بقعة في العين تسمى بقعة بيتوت. قبل وصولك كانت عينه تبكي وتدمع. هذه علامة جيدة. المصاب بجفاف العين لا يدمع. يعني أنا لست مريضا بجفاف العين. جفاف العين من أمراض سوء التغذية، وخصوصا بسبب نقص الفيتامين ألف. وأنا أعرفك يا رياض، أنت من أكلة الخضر والفواكه. والجبن والبيض والكبد. الخضر عموما والفواكه غنية بفيتامين ألف، وكذلك البيض والجبن والكبد. تغذى منها جيدا فلا تشكو من جفاف العين. صارت شيئا مألوفا فوق الوجه النظارات، ملايين تلبسها بملايين الموديلات. ليست عيبا او مرضا، لا نحرج منها ابدا، لا نحرج منها ابدا. كانت اختي لا تدري ما سر صداع دائم، واذا قرات او خاطت تبذل جهدا وتقاوم. وانا الاكبر اقرا اكثر، أقرأ حتى لا أتأخر، لا أتأخر. لكن ليس الأمر بسيطا، فهنا ألم سيؤخرني، حقا رأسي لا يسعفني. لكن بعد الفحص عرفنا، فترددنا ثم قبلنا، وسويا نحن ذهبنا كي نبتاع النظارات. أختي ليلى صارت أحلى، خاطت ثوبين بيومين، وأنا ارتاحت عيني حقا بالعدسة. ما عاد الدرس يصدعني والكلمات. أكتب أقرأ، أكتب أقرأ، أكتب أقرأ بالساعات. ما أبدعها، ما أنفعها، ما أنفعها النظارات. ليست عيبا أو مرضا، لا نحرج منها أبدا، لا نحرج منها أبدا.
هذه الأعمال يجب على العامل أن يلبس نظارات واقية مثل النوع هذه لحفظ عينيه من تطاير رذاذ المعادن. كما يجب على صاحب العمل وضع حامي لجانب الآلة لمنع تطاير رذاذ المعادن إلى منطقة العمل. هذه الفتاة الجميلة في عينها حول. ما الحول؟ ببساطة هو أن الصورتين المرسلتين من العينين إلى المخ لا تتطابقان هناك، ولذلك أسباب مختلفة يستطيع تشخيصها الطبيب. وهناك حالة من الحول قد لا يلحظها الأهل بسهولة فتؤثر على النظر، ويؤدي التأخير في معالجتها إلى مضاعفات على العين. ومن الأفضل البدء في معالجة الحول عندما يكون الطفل في الثانية من عمره. ما الهدف من النظارات؟ بما أن الصورتين لا تتطابقان في المخ، يعمد المخ إلى تجاهل الصورة القادمة من العين المصابة فيقل استعمالها مما يزيدها ضعفا. وبواسطة النظارة تقوى العين الضعيفة وتقل نسبة انحرافها. ولهذا الغرض أيضا يتم تغطية العين القوية لإجبار العين الضعيفة على الرؤية والحركة، وبذلك تتحسن قوة الإبصار فيها. ويتم لهذا الغرض إما غلق النظارة مقابل العين القوية، وإما غلق العين نفسها لزيادة الاعتماد على العين الضعيفة لتقويتها. وفي بعض الحالات يمكن إجراء عملية بسيطة لربط العضلات الخارجية للعين لتعديل موقعها فيتحسن البصر، ولذلك يمكن الاستغناء عن النظارات. إضافة إلى ذلك توصف مجموعة من التمرينات لتقوية عضلات العين وأعصابها. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام، أهلا رجاء. ما أجمل هذه النظارة، أليس جميلة فعلا؟ فعلا، لكني لا أطيقها، تجعلني أبدو أكبر من عمري. افعلي مثلي. كيف؟ استعملي العدسات اللاصقة. العدسات بدلا من النظارة؟ إنها توفر رؤية سطحية ومحيطية أوسع. غريب. أنا شخصيا أفضل النظارة العادية. كلاهما يصحح البصر. لكن ألا تزعجك؟ يخيل إلي أنني سأنزعج منها، إنها كالجسم الغريب في العين. لا لا، إنها لا تزعجك إطلاقا عندما تعتادين عليها. إذن سأشتري منها. من أين اشتريتها؟ أولا يجب أن تراجع طبيب العدسات ليتأكد من ملائمتها لعينيك. إذا وافق الطبيب يرفض أبو يوسف. لماذا؟ لأن ثمنها غال. لا لا، أخي أبو يوسف لا يبخل على ابنته بشيء. ولكن يا رجاء، تلك العدسات تتطلب عناية مستمرة بنظافتها وتعقيمها ونظافة اليدين قبل تركيبها، ويجب ألا تكون الأظافر طويلة حتى لا تخدش العين، ويجب أن تكون العين نظيفة وخالية من المكياج عند تركيبها، ولا يستحب استعمال الكحل العربي مع العدسات اللاصقة، وبعضها يجب أن لا يستعمل لفترة طويلة حتى لا تهيج قرنية العين. المهم أيضا أن تحفظ في محلول مطهر خاص بعد الاستعمال مباشرة. صحيح. إجراءات طويلة عريضة. طبعا. جعلتموني أحتار الآن. لا، اختاري ولا تحتاري. المهم ألا تهملي عينيك بلا عدسات أو نظارة. توجد أنواع مختلفة من العدسات اللاصقة التي شاع استعمالها على نطاق واسع منذ سنين عديدة، ويختلف سمك العدسة اللاصقة من حالة إلى أخرى حسب الدرجة التي تحتاجها العين لتصحيح النظر. وبذا فإن للعدسات اللاصقة درجات مثل النظارات العادية. ونرى هنا مجموعة من العدسات اللاصقة على العين،
تم تصويرها تحت الأشعة الزرقاء لنتمكن من رؤية العدسة بوضوح. ويخشى كثير من الناس استعمال العدسات اللاصقة نتيجة لتصور خاطئ، معتقدين أن العين تتحسس منها أو قد تؤذيهم. ويقوم الطبيب عادة بإجراء فحص دقيق للتأكد من تحمل العين للعدسة اللاصقة واختبار إمكانية الاستعمال المستمر أو المتقطع والتعرف على الحجم المناسب والسماكة المطلوبة حسب درجة التصحيح للنظر. ومن شروط استعمال العدسة هو عدم جفاف العين، كما ينبغي حسن اختيار العدسة، وأن يتدرب الإنسان على استعمالها بالتدريج كي يعتاد على حركة هذا الجسم الغريب في العين. ويضع الطبيب عادة جدولا زمنيا تدريجيا للاستعمال، يبدأ ببضعة دقائق في الأيام الأولى حتى الوصول إلى الاستعمال المستمر حسب الحاجة. سلامتك. سلامتك. سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك ما أسعدك تزهو بتاج العافية ما أسعدك ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك ما أسعدك تزهو بتاج العافية ما أسعدك ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك ما أسعدك صن صحتك واضحك لنا فالطير يشكو حولنا يقول لك سلامتك 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 نود لك 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 سلامتك.